مزيد من التفاصيل حول الطقس المتوقع الايام القليله القادمه. احنا معانا على التليفون دكتوره منار غانم، عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتوره منار، صباح الفل على حضرتك واهلا بيكي معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل على حضرتك استاذ كريم استاذ نهاوند وكل الساده المشاهدين، اهلا بك يا فندم. طبعا احنا بقالنا يومين ثلاثه كلنا بنشهد ارتفاع يعني نسبي بس ملحوظ في درجه الحراره والاوضاع مستقره، يا ترى الحاله دي هتستمر معانا الايام اللي جايه عبر كمان الويك اند ولا في كلام هيستجد الايام اللي جايه ان شاء الله؟ بالفعل يمكن احنا خلال هذه الايام بنشهد ارتفاعات طفيفه في درجات الحراره، يمكن من نهايه الاسبوع الماضي وبدايه هذا الاسبوع درجات الحراره تعتبر اعلى من المعدل اللي احنا متعودين عليه دايما في شهر يناير بحوالي 3 الى 4 درجات، وده بسبب وجود امتداد مرتفع جوي في صفات الجو العليا بيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس، كمان في كتل هوائيه معظمها قادمه من على الصحراء فمرتفعه في درجات حرارتها، فبالتالي بنحس بارتفاع درجات الحراره خاصه فتره النهار وفتره الظهيره. العظمى على القاهره الكبرى بتتراوح ما بين 22 و 23 درجه مئويه فتره النهار، يمكن ذروه الارتفاعات دي هتكون يوم الجمعه القادمه، العظمى على القاهره الكبرى هتوصل ل 25 درجه مئويه خلال فتره النهار، فاحنا فتره النهار الى منتصف الاسبوع القادم هنحس بالدفء والاستقرار في الاحوال الجويه خلال فترات النهار. خلال فترات الليل اول ما اشعه الشمس بتبدا تغيب بنبدا نحس بانخفاض درجات الحراره، بيكون ملحوظ اكثر في ساعات الليل المتاخر وفترات الصباح الباكر، اجواء من بارده لشديده البروده على اغلب محافظات الجمهوريه، الصغرى فتره الليل هتتراوح ما بين ال 12 وال 13 درجه مئويه على القاهره الكبرى، محافظات شمال الصعيد اقل من 10 درجات خلال فتره ده بالنسبه لدرجات الحراره. الظاهره الجويه المؤثره معانا يمكن غدا هو تكون الشبوره المائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، هتكون كثيفه بشكل كبير على محافظات شمال الصعيد، مدن القناه، وسط سيناء، سواحلنا الشماليه، فمهم جدا ناخد بالنا من كثافه الشبوره المائيه غدا الخميس ان شاء الله على اغلب المناطق دي، ومعاد تكون الشبوره المائيه بيكون في ساعات الليل المتاخر بتستمر معانا حتى سطوع اشعه الشمس. طيب حضرتك قلتي ان الارتفاع الطفيف في درجات الحراره هيكمل معانا لغايه نص الاسبوع الجاي، هل معنى كده ان النص الثاني من الاسبوع القادم هيشهد انخفاض مره اخرى في درجات الحراره نهارا وليلا؟ هتبدا درجات الحراره تنخفض عن الايام اللي احنا بنعيشها خلال هذه الايام، احنا هنا متجاوزين ال 20 درجه مئويه، يمكن احنا بنقول وصلنا ل 25 درجه مئويه يوم الجمعه، مع نص الاسبوع مع يوم الثلاثاء تبدا تدريجيا درجات الحراره تنخفض، تعود دي المعدلات الشتويه اللي احنا معتادين عليها ان شاء الله خلال فتره النهار وخلال فترات الليل. عاوزين نحذر كمان يوم الجمعه القادمه هيكون في نشاط الرياح على اغلب محافظات الجمهوريه خاصه المناطق الشماليه، نشاط الرياح ده هيكون مثير لبعض الرمال والارتبه خاصه في المدن الجديده والاماكن المكشوفه، مهم جدا نحذر منه عشان اصحاب الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه، لو احنا هنخرج يوم الجمعه يبقى في كمامات مستخدمين الكمامات عشان الارتبه، لهنا هيبقى في بعض الارتبه والرمال المثاره يوم الجمعه القادمه ان شاء الله، لكن بصفه عامه الاجواء شبه مستقره، حتى كمان فرص الامطار المتوقعه معانا يعني يوم الخميس او يوم الجمعه هي فرص امطار خفيفه جدا على السواحل الشماليه الغربيه، لكن غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوم. جميل، تمام، طبعا شاكرين لحضرتك وجودك معانا ومشاركتك لينا في حلقتنا النهارده، جزيل الشكر دكتوره منار غانم.